أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. عدنا لكم من جديد بقصة جديدة وشيقة. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وإعجاب وتفعيل الجرس. بسم الله نبدأ. تحكي لنا واحدة من البنات، بتقول لما كنت صغيرة وكان غرفة نوم أبوي وأمي على قبالي بالضبط، بس تطلع على المراية تعكس اللي موجود على السرير. بيوم من الأيام فقت من النوم الصبح، واني رايح بطريقي اجلكم الله على الحمام، كنت ادور على امي، فاطلعت من المراية بدي اشوفها، وكان باب الغرفة مفتوح. لما اطلعت من المراية، المراية بتعكس اللي على السرير زي ما قلت لكم، والا مرة اقول لك جميلة بشكل، تقعد قاعدة على هالسرير وبديها مشط، قاعدة بتمشط، شعرها اسود ناعم طويل وكان كثيف. اقول لك وقفت يا شيخ، مسمرت المكان وانا قاعد بتطلع بهالمرة، وهي كمان قاعدة تطلع لي، وكأني غبت عن الوعي، حتى سمعت صوت امي بتنادي لي من المطبخ. أنا سمعت صوت أمي وركض على المطبخ وتخبيت بحضنها، حضنتني يعني شافتني خايفة، جسمي كله برجف قاعد. سألتني أكثر من مرة ليش شوفي شو مالك، ليش بترجفي، شو صاير، شو شايفة، بس خفت أني أقول لها، خفت أقول لها شو السبب، لأني خفت إنها أصلاً هي مش أمي، خفت تكون مش أمي. بس شو ساوت أمي، حركة أنا بعرفها من زمان، قام ضربتني على وجهي بس بشكل خفيف يعني. بكت، عرفت إنها هاي أمي، وقلت لها إنه هيك هيك القصة، شفت مرة بغرفتك. أمي مسكت إيدي ورحنا على الغرفة، بس لما وصلنا على باب الغرفة لقينا الباب مسكر، مسكر مسكر يعني. فتحت أمي الباب وفاتت، بس ما لقينا شيء. دورنا بالبيت كله وما لقينا شيء. ظليت وقت طويل بعد الحادثة ما أطلع على غرفة أمي نهائيا، ولا أفوت عليها نهائيا. بهالفترة هاي صارت شغلات تصير مع أبوي. البنت قاعدة بتسولف كأنه يعني انمس، صار بو مس شيطان. كان طول الليل كثير بيصيح وهو نايم، وحتى هو فايق ويتخب يعني ممسوس، يتمردغ بالأرض يتمردغ، وأحيانا بنهار كمان. فقلنا لجدتي، جدتي أم أبوي، وجدتي إجت مباشرة على البيت لعندنا. جدتي بتحفظ القرآن، حافظة للقرآن كامل، ويعني نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا، عندها درجة من الإيمان والورع إنها ما بتخافش من الجن نهائيا. بعد ما وصلت أكثر من يوم، يعني بهالفترة هاي يوم كامل ما صاب أبوي إشي، فبعديها بفترة بسيطة بعد ما خلص اليوم إجت أبوي نفس الحالة وهو نايم، صار يصرخ ويتمردغ بالأرض. بس فاتت أمي لعند جدتي لعنده على البيت، لقته على الأرض وأمي بتحاول إنها ترفعه، بس عجزت عن ذلك، يعني عجزت ثقيل.
يعني، وكان يتخبط بشكل غريب على الأرض، ولو أنه ما فيه إشي يعني ممكن تتكسر إيديه وجريه يتكسر من كثر الخبط. فاجت جدتي وإجت على الغرفة، قالت إنه طلعوا وبالقوة أنا وأمي حتى قدرنا نسحبه الصلاة. هون جدتي بحافظ القرآن بتعرف شلون الطريقة، مسكت راس أبوي وصارت تقرأ القرآن، تقرأ. صار أبوي صراخه يزيد. أمي شو تفكر؟ إنه أبوي خالص انتهى. فصار يزيد بصراخ حتى وقع على الأرض خالص منتهي. هون أمي طار عقلها بتفكر شو إنه توفى، بس جدتي قالت إنه لا تخافوش، وقالت لأمي فيقيه، بس فيقته فاق ولا هو متذكر شيء نهائيا. وإحنا قاعدين نفيق أبوي مظبوط هيك ونطمن عليه، راحت جدتي على غرفة نوم أبوي وأمي، وبس وصلت لهناك شافت نفس المرأة اللي أنا شفتها قبل، بس شو الفرق؟ إنها قاعدة بتواقف قدامها بشعرها الطويل ومثبتة عينها بعين جدتي، كأنها قاعدة بتقول لها أنا بوريك لتنتقم منها. فاتت جدتي على الغرفة وسكرت الباب وصارت تقرأ قرآن بصوت عالي، وبعديها طلعت وسكرت البيت وقالت إنه من هون تطلع نهار لا حدا يفتح الغرفة نهائيا. هون أبوي شو قال؟ نفتح الغرفة، راح ترك البيت كله أصلا. راحت جدتي على بيته، رجعت يعني بعد ما خلص انتهى الموضوع، بس احنا خلص حطينا بروسنا نبدأ نفل من البيت، خلص خالصين منتهينا نرحل. بعد يومين ثلاث أبوي لقى بيت، وبيوم نقل أغراضنا من البيت صار معي إشي غريب عجيب. البنت تسول يقول لك كنت أسكر الشبابيك النوافذ اللي بالصالة، والشبابيك هاي كانت عالية شوي، فرحت جبت كرسي وقفت عليه، وصرت طالع على الغرفة على الكرسي قاعد بدي أسكر الشباك، لقيت الشباك انفك لحاله، شباك طويل عريض انفك لحاله، وأني مسكته يعني خلاص بدي أقع من الدور الثالث خلاص انتهى، لأنه الشباك ثقيل وأني ماسكه خلاص. وما صيحت، بس الله سبحانه وتعالى بعد في إلي عمر بدي عايش كان اللي قاعد بساعدنا نقل الأغراض من العمال وراي مباشرة مسكني وفوتني على جوا على الغرفة لجوا. متعجب شلون فكيت؟ إجا أبوي ركض علي وضمني، كان متعجب يعني شيله شلون فكيت الشباك هذا شلون فكيته؟ بدنا نفهم. قلت له والله ما فكيت شيء، لحالها مفكت وما بعرف شلون فكت. هون أبوي ما صدق، مباشرة تركنا البيت ولا حتى سكرنا الشبابيك كلها مسكرة، تركناه وعلى قد الله ما يعطينا وين البيت الجديد. هاي الأمور اللي حصلت مع البنت، وهون خلصت قصتنا. فيا أخوان ديروا بالكم، مثل ما كنا نقول لكم ديروا بالكم، يعني الواحد لازم يذكر رب العالمين على الفوتة وعلى الطلعة، ومثل ما بدينا ننهي ياريت تشتركوا بالقناة وتحطوا إعجاب وتفعلوا الجرس عشان تجيكم إشعارات الفيديوهات الجديدة، ودمتم بخير، السلام عليكم.